قال ليها كل شيء وعرفت شنو كاين وسجلاته مزيان، وغير سالات قطعت لي العصبة ديال ايدو والدم ديالو كتبت في الحيط 1/5. قضية اليوم على واحد البنت سميتها فاطمة، كانت عاشت واحد الطفولة اللي زوينة بزاف في مدينة وزان. كان الحلم ديالها انها تقرأ الصيدلة وتجي دير واحد الصيدلية بالمدينة ديالها وزان وتخدم المدينة ديالها. دفعت الكلية الطب والصيدلة اللي كاينة بمدينة الرباط، دوزت الكونكور نجحت وبشات باش تبدا القراية ديالها في كلية الطب والصيدلة اللي بمدينة الرباط. لكن داكشي اللي غيوقع ليها ما غيكونش ليها لا في البال ولا في الحسبان. خليكم معنا حتى النهاية باش تعرفوا شنو غادي يوقع لفاطمة الوزانية. القضية وقعت سنة 2004 بمدينة الرباط. غتبدا بفاطمة مشات لمدينة الرباط، دخلت الكلية الطب والصيدلة وبدات القراية ديالها. فاطمة كانت قراية بزاف، تلميذة مجتهدة ديال بصح، كل عام كتنجح وكتنجح بامتياز. بقى ليها عام واحد وتخرج وتحقق الحلم ديالها. نهار 25 اكتوبر بالضبط فاطمة كانت غادا لافاك، غير فاتت القامرة وقفت عليها واحد الطوموبيله الزاج ديالها كله فيومي، يعني ما كيبينش كاع اللي كاين داخل شكون كاين داخل. وخرجوا واحد جوج من الباب الموراني ديال السياره وبقاو يطلعوا فاطمة الصحة، الناس كيشوفوا كلشي كيشوف وحتى واحد ما قدر يتدخل ولا يدير شي حاجه. فعلا دخلوا فاطمة لداخل وسدوا الباب وتحركوا بالسياره. فاطمة ملي تحركت بها السيارة معيات طلب فيهم، عافاكم غير سمحوا لي عافاكم نزلوني، والو حتى واحد ما عقل عليها. واحد من هذوك الجوج اللي راكبين حداها اللور غينزل عليها بالصرفيقه حتى البرق بان ليها. وكانت هذيك هي اول مره غادي شي واحد غادي يضرب فاطمة. هنا عرفت وتاكدت مزيان ان هادو غيديروا فيها شي حاجه اللي ما تصورهاش على البال ديالها، وتماك فكرت بانها خاصها تعقل على الوجوه ديالهم مزيان وتعقل على الطريق، خصوصا ملي عرفتهم بانهم تاجوا في طريق تمارة، وتعقل على اي حاجه باش تقدر من بعد الى فلتت منها تقدر زعما تقدر تشكي بيهم شي لعيبه بحال هادشي. الطوموبيل بقات غاده بيهم، وصلت للدخله ديال سيدي يحيى زعير. هنا فاطمة عرفت بانهم غاديين يشدوا الطريق في واحد الطريق اللي بيست، هما غمضوا ليها عينيها، بقى عندها غير السمع. انطلاقا من اللي بدات هذيك الطريق بيست وفاطمة كتحسب باش تعرف شحال استغرقوا ديال الوقت باش يوصلوا فين غادا توقف الطوموبيل، حسبت بالدقات ديال القلب ديولها وتاكدت بان الطريق بيست انطلاقا من السمع، حيت الطريق بيست فيها الحفاري راكم عارفين كيفاش كتكون. وبدات كتحسب بالدقات ديال القلب ديالها حتى وصلت ل 526 دقه. وقفت الطوموبيل، بدات كتحس بالشباب ديال الحديد كيتحل بشويه، داك الزياط راكم عارفينو ديال شباب كيكون معكس شويه سمعاته، هنا باقي معصبين ليها عينيها وما كيبان والو. فاطمة غير نزلوا هاد الدراري بدات كتطلب فيهم، لكن ولو نتيجة. قالوا لها الا بغيتي تبقاي حية خاصك اللي قلناها لك ديريها. طلعوها لواحد البيت ودخلوها، جردوها من الملابس ديالها يعني عراوها، وبقاو كانوا ديك الساعة هما أربعة، مشاو وتزاد عليهم واحد هو الخامس ديالهم، وبقاو كيتناوبوا على فاطمة لمدة ثلاثة أيام وتعداو ليها على شرفها بواحد الطريقة اللي ماشي ديال الإنسان، طريقة اللي وحشية بزاف ولمدة ثلاثة أيام. من سالوا معاها سطوا لي عينيها، لبسوها حوايجها ولاحوها ما بين الحديقة ديال الحيوانات لا ما بين تمارة وما بين الرباط. فاطمة كانت ما قادراش توقف نهائيا، تعافرت وشدت الطريق حتى وصلت لواحد تيليبوتيك في مدينة تمارة. قررت قالت ارا شنو ندير، نعيط للوالدين عاود ليهم شنو وقع. خافت ما قدرتش تهضر مع والديها، قالت ارا نهضر مع البوليس ونشرح لهم ندير شي محضر ونشوف شنو كاين. داك الوقت كانوا باقين غير الجندار في مدينة تمارة،
مشات حاولت انها تحكي للجندارم شنو واقع، عاودت لهم من طقطقت السلام عليكم شنو وقع لها بالضبط. الجندارم قالوا لها قولي لينا الاسماء ديال هاد الاشخاص، قالت لهم ما عرفتش غير واحد منهم السن شي حاجه، قالت لهم ما عرفتش. هنا الجندارم قالوا لها ابنتي حنا ما عندنا ما نديروا لك، انت ما قدرتيش تقول لنا غير الاسم غير البلاصه فين بالضبط، حتى حاجه ما قدرتيش تقوليها لينا، خاصك تذكري ولا بد شي اسم وتمشي ديري شهاده طبيه بانك فقدتي العذريه ديالك، يعني تعرضتي للاغتصاب، وتجيبيها لينا وتجيبي لينا الاسم عاد باش نقدروا نفتحوا معاك محضر. فاطمه ملي ما قداوش ليها الغرض ديالها الجندار قررت انها تمشي دير محامي. محامي عاودت ليه لافير من الاول حتى الاخر، حتى هو قال لها نفس الهضره ديال الجندار، قال لها الشير ما غيقضي والو ما غيوصلنا حتى شي نتيجه. فاطمه حست بالحقره بزاف، خصوصا ملي حتى واحد ما قدا ليها شي حاجه ولا عطاها غير بصيص ديال الامل بانها تقدر يتخاذ ليها الحق ديالها. فاطمه قررت انها تنتقم راسها، بحيث الجندار المحامي حتى واحد ما دار معها شي حاجه. سدت على راسها يومين في البلاصه اللي كانت ساكنه فيها. نهار 29 اكتوبر خرجت مرمد مزيان، لبست واحد الحوايج ما كاينينش، الماكياج التخربيق، ومشات للدخله ديال سيدي يحيى زعير، ووقفت قدام هذيك الطريق بيست، وبقات كتحسب بدقات القلب ديالها بنفس الطريقه، حتى وصلت للدقه 526 وقفت لقات راسها اون فاس مع واحد الباب ديال الحديد، وتماك عرفت بان هذاك هو المنزل اللي دخلوه ليها هذوك الاربعه ديال الاربعه اللي تعداو عليها. وهي واقفه قدام هذيك الدار هضر مع واحد السيد اللي كان تماك دايز، قال لها بنتي هاد الناس راه كيجيو غير مره مره وما كيجيوش ديما. قالت ارى كيفاش غدا نعرف شكون مول هاد الدار. بانت لي المكانه ديال الضو، طاحت عليها فكره انها تمشي تشوف الرقم ديال المشترك، شي لعيبه بحال هادشي ديال المكانه ديال الضو، قيداتو ورجعت لدارها. جا عندها مول الضو في الدار اللي ساكنه فيها، قالت لي عافاك واش تقدر دير معايا واحد الخدمه؟ قال لها مرحبا بنتي، خصوصا هي كانت باينه ظريفه دريه محترمه في الشكل. قالت لي انا واحد السيد راه باغي يتزوجني، موعدني بالزواج، وقال لي راه عندي دار في سيدي يحيى زعير، وبغيت عافاك تاكد ليا واش هذيك الدار ديالو ولا لا، غنعطيك الرقم ديال المكانه ديال الضو ديالو، وبغيتك تشوف ليا الاسم والعنوان وهادشي ديال هاد المدار باش نتاكد واش هو داك الشخص ولا لا. فعلا عطاته الرقم، ما دازش غير مده قصيره جاب ليها الاسم ديالو والكنيه ديالو والعنوان ديالو بالضبط فين ساكن. وهنا كانت هذه هي اول خطوه دارتها فاطمه باش تعرف شخص من الاشخاص اللي تعداو عليها. فاطمه كانت مولوعه بالافلام البوليسيه، جمعت داكشي اللي كانت كتفرج فيه مع داكشي اللي قرات، وبدات كدرس خطه جهنميه باش تنتقم من هاد الاشخاص وما تخلي حتى شي دليل وتذوقهم من المراره اللي وقعت ليها وداكشي اللي باش كتحس. فاطمه في النهار الثالث لبست واحد الجلابه اللي مرمده بزاف، ومشات العنوان اللي عطاها هذاك السيد، ووقفت قدام واحد عشاكم بحال لابوبيل، وقفت تماك ودارت راسها كتقلب في الزبل. خرج السيد اللي عطاها العنوان اللي هو شخص من الاشخاص اللي تعداو عليه، خرج من الدار، شافته في هذيك اللحظه، ما كرهتش انها تمشي تلاع عليه دير فيه شي حاجه ما كايناش، لكن صبرت وتاكدت وعرفت بانه هو هذاك الشخص، ورجعت لدارها باش غادا تبدا الانتقام ديالها العسير من هاد الخمسه ديال الاشخاص بطريقه هوليووديه. نهار 2 نوفمبر فاطمه لبست الملابس اللي اختطفوها بهم من النهار الاول، ومشيت للدار ديال مراد، الشخص اللي عرفت العنوان ديالو. دقت في الباب، غير خرج هو يعرفها من الملابس والملامح ديالها. قال لي مالك شنو بغيتي؟ قالت لي بغيتك دير لي حل ونهضر مع والديك على داكشي اللي درتو فيا انت وصحابك. قال لي غير سيري حتى الغدا ورجعي عندي ونديروا شي حل، نديروا شي حاجه. قالت لي لا والو، غتمشي معايا هي دابا، ما غتمشيش معايا، غنهضر مع والدي. خرج ركبت معاه في الطوموبيل وشدوا طريق البحر. فاطمه قالت لمراد غدوز لشي سوبر، غتاخذ لينا شي حاجه نمشيو نشربوها ونمشيو للدار اللي ديتوني ليها، انا ارتاح ليها.
قال يمكن باغا غير تقدم معايا شي حاجه راه نمشيو. مشاو للدار ريحوا مع بعضياتهم. فاطمه كانت مستعده ليه، غير بغا يتلاق عليها يدير شي حاجه. جبدت واحد الكليموجين وصاتو عليه العينين، قوه الحريق بدا كيتركل وتلاح. فاطمه ما كانتش من العاكزين، جبدت واحد المخدر ودارته في واحد الزيف وحطاتو ليه على نيفو. غيب، شدته للبيت اللي ربطوها فيه واللي تعداو عليها فيه، وربطاتو مرابه وجرداتو من الملابس ديالو وبركاتو بقات حاضيه. غير فاق من الناس بدا كيخاف، هو يقول لها عافاك غير طلقيني والله تنتزوج بك ونصلح داكشي اللي وقع. لكن الهضره ديالو كتدخل لفاطمه من هنا وكتخرج ليها من هنا. قالت لي دابا غادي تحكي ليا بالعناوين بالنوامر السميات ديال صحابك بربعه اللي اتهموا تعداو عليا معاك. هو قال انا غنحكي ليها، خصوصا ملي شاف واحد السجاله دايره فيها كاسيطه وكتسجل داكشي الهضره ديالو. قال ربما نحكي ليها بادات غتوديهم للبوليس، ارا نجي نغلط نقول لها الاسماء ونخربق عليها داكشي. حكى ليها كل شيء، لكن ما كانش عارف راسو انه مع انسانه اللي ذكيه بزاف. قالت لي دابا باش غنتاكدوا من هضرتك واش صحيحه ولا ما صحيحاش، غتعاود ليا داك الشيء من الاول حتى الاخر. ملي بدا يعاود ليها عاود ليها كل شيء غلط، حيت من طبيعه الحال ما يمكنش تعقل على الكذوب وتعاودو صحيح. هنا عرفاتو كذاب وما قالش ليها الحقيقه. هنا دازت ليطاب الثانيه باش تخليه وتستنطقو مزيان ويقول ليها الحقيقه. فاطمة جبدت واحد الزيزوار وضربت مراد في الكرش ديالو، ومراد كيتوجع ديال بصح. قالت لي دابا غتقول لي الحقيقة، في أي لقطة غادي تغلط غادي نعاود لك نفس الضربة. بدا كيقول لي النوامر والسميات ديال صحابه، وفين ما كتحس بيه غلط كتعطيه باش كيعاود يصحح عليه الغلط. بقات معاه بنفس الطريقة حتى قال ليها كل شيء وعرفت شنو كاين وسجلاته مزيان. وغير سالات قطعت لي العصبه ديال ايدو، الدم ديالو كتبت في الحيط واحد على خمسه. بحكم الدراسه ديالها عرفت بانه غيموت من بعد ربع ساعه. خرجت فعلا مراد مات من بعد ربع ساعه. فاطمة رجعت لدارها وشافت دوك التسجيلات وقررت انها تنتقم من الشخص الثاني، اللي واحد الشخص اللي هو اللي صرفقها وكان مقدر وصحيح بزاف، وبغات تقلب عليها الخطه ديال كيفاش غدا تصفيها ليه وتطيحه بمره. ظلت مراقباه لمده 3 ايام وعرفات بانه كيجلس في واحد القهوه في شارع اكدال وكياخذ براد ديال اتاي. عرفت جميع المعلومات، رجعت لدارها باش غتقادي الخطه وتمشي تنتقل ليوم الانتقام. فاطمه لبست الحوايج ديالها وتاشت القهوه اللي كيريح فيها عصام، عارفه ليه الوقت ما عادش كيدخل كل شيء. عصام دخل كيف العاده ريح مع راسو في القهيوه ديالو، عيط على السرباي جاب ليه الكاس ديال اتاي ديالو. تمت ديزا من حداه طيحت الساك بالعاني حداه، غير تحضر هو بغا يهز الساك يعطيها ليها قال لها كي اختي الساك ديالك. فديك اللقطه اللي تحضر هو رمات لي واحد البودر في الكاس ديال اتاي ديالو اللي عباره عن سم قاتل، ما يفوتوش دقيقه غادي يموت. عطاها الساك ديالها مشات بدلت حيدت الماكياج اللي كان عندها في التواليت ديال القهوه ومشات خرجت وتقابلت مع القهوه وكتفرج في عصام. من بعد ما شرب هذاك الاتاي ديالو بدا كيتقطع وشافته كيفاش مات. وغير تاكدت بانه مات دخلت عاوتاني الطواليت وكتبت جوج على خمسه بالعكر ديالها. فاطمه من بعد ما صفاتها الجوج بقاو ليها ثلاثه باش تكمل الانتقام ديالها. الشخص الثالث هو سمير، جابت النيميرو التليفون ديالو من التسجيلات اللي كانت سجلاتهم من عند الصديق ديالو مراد اللي هو الاول اللي صفاتها ليه. وهضرت معاه في التليفون قالت لي اجي نقصرو في واحد الدار حنا انا وياك واحد صاحبتي راه غنجيبها ونمشيو نخلطو على مراد ونتلاقاو في غابه ديال هرهوره. مشات سبقاتو للغابه وشات واحد الشجره قادت الماتيريال ديالها خبات وتماك وتعرضت ليه. تلاقاو بقات كتقول لي راه غنقضي الحاجه ديالي اجي زيد شويه بالغابه اللي هي تقربات وحتى الشجره. مشات هزت واحد الكليموجين، هو كان حادر راسو كيقاد شي سيديات باش يدير شي موسيقى يتلاهاو بها. غير وقفت حدا الجاج ديال الطوموبيل، حل الجاج قال ليها مالكي حيت وقفت بواحد الطريقه غريبه قدامه. جبدت الكليموجين رشاتو عليه على عينيه ودوخاتو،
جبدت ليسانس كباتو عليه وشعلت العافيه فيه وحرقاته. هو كيتحرق وهي كتقولي انا هي البنت اللي ضيعت عليها حياتها، انا هي البنت اللي خرجتو عليها. ملي تاكدت بانه مات كتبت 3/5 بالعكر ديالها في اللور ديال الطوموبيل. رجعت قدام واحد الجامع وبقات كتفرج في سمير هو كيتحرق. حضروا البوليس واستطاعوا انهم ينقذوا سمير، ولكن كان في واحد الحاله اللي خيبه، داوه العناية المركزة، كان مازال حي. طابط اللي كان تما كان باغي يعرف الحقيقة، ما تسناش سمير حتى يولي مزيان، دخلوا بدا يستنطقوا. سمير عاود ليه الحقيقة كاملة من الأول حتى الأخر، حيت في هذيك اللقطة ملي كانت كتقول لي أنا هي البنت اللي تكرفصت عليها وتعديت عليها، سمعها واخا كان كيتحرق، وعطاه العنوان فين كان الصديق ديالو مراد وفين تعداو عليها. البوليس في هذيك اللحظة غير خرجوا مع سمير، سمير كيتوفى. هو الثالث من اللي اختار اللي تعداو على فاطمه. البوليس مشاو للدار لقاو مراد تما حتى هو ميت ومكتوبه 1/5. هنا البوليس ربطوا ما بين الاشخاص اللي ماتوا بثلاثه وما بين الاعداد الكسريه، 1/5، 2/5، 3/5، وفهموا ان السيده اللي تغتصبت هي اللي باغا تنتقم من هاد الاشخاص الخمس وقتلت ثلاثه ومازالين ليها جوج، يعني ما غاداش تفاق حتى تصفيها لهاد الجوج، وعرفوا الرابط ما بيناتهم بخمسة هو رابط الصداقة. وهنا بداو كيقلبوا على الأصدقاء ديال مراد، عصام، سمير، الجوج اللي بقاو. الشرطة مشاو عند جوج الأصدقاء ديالهم اللي بقاو حيت قدروا يتعرفوا عليهم، مشاو عندهم هضروا معاهم حكاو ليهم كل شيء. شدوهم وقبضوا عليهم. الشهر الاول ما بان والو، الشهر الثاني ما بان والو، وهما يطلقوهم من السجن. من بعد ما خرجوا الدراري، فاطمه تسنات الاعلام تهدى، والبوليس تشغلوا بقضايا اخرين في مدينه الرباط، وجات الشخص الرابع اللي تعدى عليه سميتو خالد. هاد الشخص حضرته مزيان، من بعد ما تعرف الدوسي ديالو ديال الاغتصاب مبقاش حتى الدريه كتسوقو، عرفاتو مشى كيريح في واحد البار، وحتى الدريه واخا كيهضر معاهم حتى الدريه ما كتسوقو. في واحد الليله فاطمه لبست احسن ما عندها في الكسيوات ومشات لهذاك البار، وريحت معاه، حاولت تغويه، وقالت لي انا بغيت نخرج انا وياك ونفوجو انا وياك بالزوج ونديرو شي كليسه زوينه. اتجهوا في اتجاه غابة معمورة، مشاو لواحد البلاصة، وقف الطوموبيلة تماك. خالد تلاح في الغازو فرحان مع راسو حيت شاف التيتيز اللي زوين بزاف، غير حتى هي دارت راسها غدا تكحداش، بدات واحد المشوار اللي فيه مخدر وحطاتو ليه على نيفو. خالد غيب، ربطاتو حطات ليه حبل شوية من العنق على العنق ديالو، شوية على رجلو ربطاتو، وربطاته مع الطوموبيل وشويه الحبل، داك الحبل ربطت واحد شويه مع الجذع ديال الشجره وديمارات الطوموبيل، بحال داك الشيء ديال الافلام، الجذع ديال الشجره ملي الطوموبيل ديمارات كيهز خالد كيتشنق وكيموت. ومشات كتبت بالعكر ديالها 4/5 على الزاج ديال الطوموبيله، وبقى لها شخص واحد هو الخامس هو الاخير. حوش بقاو كيقلبوا، ما كينعسوا ولا ليل لا نهار. شكون هي هاد البنت؟ فين غبرت؟ كانت ذكيه بزاف، البصمات كتمسحهم بالالكول، ما خلات لهم حتى قيد حتى خيط باش يعرفوها، حتى بيست. الشخص الخامس حطوه البوليس تحت الحراسه النظريه باش يحميوه، وبكثره الخوف ديالو غادي تسطى وغيدخلوه والديه للسبيطار الحماق. وفي واحد وثلاثين ماي من سنة 2005، العميد اللي كان مكلف بهاد القضية غيدخل البيرو ديالو غيلقى رسالة محطوطة، وهاد الرسالة المضمون ديالها بخط ايد الدرية فاطمة اللي انتقمت من هاد الخمسة اللي تعداو عليها. كتقول لي سيدي العميد، انا هي البنت اللي تعداو عليها هاد الخمسة وغصبوها في حياتها ودمروا لها حياتها، انا دابا راني كتبت لك في هاد الرسالة وانا راني في الطياره وغادا البلاد بعيده، وحامله بالذري اللي ما عارفه شكون هو الاب ديالو في هاد الخمسه اللي تعداو عليا. هادشي علاش قررت
نحكم عليهم بالاعدام ونخليهم يذوقوا المراره ديالي ديال داكشي اللي ذقته انا، وانتوما اللي ما قدرتوش انكم ديروا لي حتى شي حاجه، انا راني خديت حقي. وهذه هي النهايه ديال القصه، تهلاو ليا فراسكم.